عسلامتكم، شنو احوالكم؟ تتفرجوا في كوزينتنا هكا، واليوم جينا وجبنا لكم معنا دي غوسيت للمنيو، نجم يكونوا فطوركم اليوم ولا فطوركم غدوه ولا عشاكم توا بزلكي روحتوا من الخدمه. كيف كيف زوز دو غوسيت خفيف، مش تدوش برشا يد، اما زاده ابنين برشا. الغوسيت الاولانيه هي طاجين المرقاس التونسي نتاعنا، ومعاه عملنا سلاد دو بات، دونك هاكا عندنا سلايطه وعندنا سويت. دونك اول ما باش نبداو نحضروا الطاجين المرقاس نتاعنا اللي ديجا انا خديت له اللحم المفروم، عندي الطوماط كونسونطري، البصل والثوم والهريسه العربي، من بعد بيان سور باش نزيدوا له كطرف الفاريونت والكبار والزيتون. طاجين المرقاس نتاعنا كوا دونك والماء تاع المقرونه هذاك هاكا على روحه. من بعد باش نجيو للمقرونه، نبداو نحضروا ساعه قبل كل شيء، نحضروا اللحم المفروم نتاع المرقاس، نفوحوه ونحضروه، ومن بعد نركبوا الطنجره نتاعنا. دونك نحطوا من الاول اكل اللحم المفروم هذاك اللي باش نفوحوه بشويه ثوم، شويه هريسه عربي، فلفل حلو، ملح، وشويه نعناع، كيما شويه لفاحات نتاع الكعابر اللحم نتاعنا. كعابر فما شكون ما يحبش يحط فيهم ثوم، انا نحبهم بثوم يبنن شويه. و بيان سور اللحم المفروم يحب التابل، نحطوا له التابل هوني، التابل مفوح هاكا عندي، باش نحط له كيف كيف شويه فلفل زينه، شويه هريسه، نحط فيها هريسه كمام زاده انا، هريسه عربي، والفلفل الاكحل والملح بيان سور. اي وال لازمنيش ننسى النعناع باش يجيو فاوحين. شفتوا مش كعابر عاد هما يتخدموا هكا، تشوفوهم من بعد كيفاش. ونزيدوا النعناع الشايح، فوحوهم مليح، انا نزيد معاهم الزيت باش يتلموا لي في ساعه، قعدش من بعد كي يجي اللم يتفتفتوا هكا. نبدا نفوح بالمغرفه راني من بعد هي وندخل بيديا، يلزمني الكل بيعرفش باش تكعبر تعمل الكعابر، ما تنجمش هكا، اما هاكا هاكا باش يدخل فيهم لفاح بالكدا بالكدا ويتفوحوا. يدور نزيدهم شويه ملح، ومن بعد عندنا شويه الفاريونت باش يهز الملح شويه هاكا. هاو هذم هما، هذا لفاح نتاع كعيبات المرقاس اللي باش نخدموهم بيدينا. طاجين المرقاس قبل اول ما كنت نسبع بيه مش بيلي طاجين كيما الطواجن نتاعنا هذاك اللي احنا في تونس. الطاجين مش كيما في المغرب، في المغرب جينيرالمون الطواجن يسميوهم مرق، يسميوهم طواجن، واحنا في تونس الطاجين طاجين. دونك انا اول ما وانا صغيره نسمع بطاجين المرقاس مش بيلي طاجين فيه مرقاس، هذاك يتشري حاضر من عند الجزار ويتقص في وسطه هكا هكا، وبعد يتخلط يولي طاجين مرقاس. جيت نشوف اول مره وقت صغيره انا بالكل، يا اخي نلقاها مرقه بالحق. دا ياخذنا عشنو تسر تسميه المرق في المغرب سورتو، علاش سموهم طاجين؟ خاطر يتحطوا في وسط الطاجين باهي، وانا احنا زاد نطيبوا طاجين وما يتحطش في وسط الطاجين، ما هو حاجه اخرى جمله. با هو في الاخر كل بلاد ورطالها، اما طاجين المرقاس حاجه ياسر ياسر بنينه. اي توا نسميو بسم الله ونبداو نحضروا الكعبرات نتاع الطاجين المرقاس. كيما قلت لكم راهو ما يجيوش كعابر هما، تشوفوهم كيفاش يجيو كيما الكعبات المغزل هكا يبداو. بون يجيو مخلطين، تنجم تعملهم هكا وهكا، فما شكون يحب يعملهم اون لونجيتود هكايا، وفما شكون يعملهم كعبرات. دونك انا باش نفرق ما بين مرقه الكعابر وطاجين المرقاس ديما الفورما نتاعهم نعملهم هكا. ما شاء الله عسلامة، هكا جيت عاد شنو احوالك؟ عنا عينك يسلمك، تبارك الله صلى على النبي، صوتك لا علاش حتى للسقيفه صوتي والله نحكي فيه مراسل بلاست، تبارك الله ما شاء الله، السلام عليكم يا جماعه. يا ربي والله عيطان، دقي هي تبلب صلى على النبي ما شاء الله، الله وحد عليك لطف يا ربي. انا مشيت صلي على النبي، راسي يوجع عندي، صلي على سيدي النبي، صلي على محمد هاك تربح، تربح يا رابح، صلي على محمد تربح ان شاء الله زينه يا ربي. هاك عملت شويه خبز، عملت مشي اي مين مين كيفك انت اللي تخدم ولا وين مشيت؟ تلب تسمع فيا من بقعه لبقعه، راسات اللي تسمع فيا خدمه الراح، خاصة وخدمه راك نعرك
وخدمت الصفيه نعجن ورصات لي على الساعشيه الصبحيه كامله وانا نعرك في السميد والفارينه وخليتها تخمر. فهمتني؟ ايش عملت شويه خبز بقى قاعد انا قلت توا عويش قاعد غادي خلينا نجي نعمل بحذاك شنو هذايا؟ المرقيز الطاجين المرقيز كامل احكي طاجين المرقيز واش بيه هكاك خشين بنيتي برا خشو تحب ميله يبدا جويط هكا جويط وش لعن بيه هذايا لحف شفه مليح قد شنو نزيد هكا اكثر اجي لا جود وش هو هذا جود جود هذا شنو هذا مش طاجين مرقيز هكا باهي ها هكا باهي قد ايه رتبه وعد ربي شدها هكا شو قول لي هكا زيد جود راهو راهو طاجين المرقيز اما قدو ولا سدو يا نساء يا جماعه يتفرجوا فينا راهو طاجين المرقيز ما تجيش تسمع فيا تقول عليه سي سي سون ولا سلاميت كعبه المرقيز يحب ينعدي نهار لازم يكون جويد ويعمل ست ويبدا لونه حتى لونه يبدا تسمع فيا عطي هكا على كيلو اللي ديم مش يبدا احمر بطمطم اي مالا تعلم هكا زيد جود يا ربي كيف هذه والقران وراس رسول الله قد ما تجود راهي تبدا الماكله راهو الماكله العين العين قبل الماكله اي راهي العين هي اللي تحكم ها آه. هاوك هاوك اي لله وخبز هذا بتاع دا شمك الخبز العزيز انت عملت وسمعت لا شم اي هاوك حبه فيه زيت زيتونة وحبه حليوه بسبيس اي فهمت راني نفهم فيك هكا هوا هكا توا معناتها يزمن اي يزم تجود ملا هكا اجود من هكيكه عاد ما عادش فما لا لا صبر يا ربي هو بنت وتسمع فيها راهي الحاجه قد ما تعطيه وتبدا فينه وقد ما تبدا كدا ورتبه قد ما تعطي تسمع فيها جو ملا الخبزه انا الخبز بتاع الدار نعملوا هكا خبزه قد ولي الله ونعملوها هكا تبدا تسمع فيها فينه حتى كي تحطها على الطاوله تبدا تلزم كدا ورتبه. اي بريزونتابل محلاها. مش هكاك الشاي تسمع فيا وعد ربي. يكون ماهوش مطمطم طاجين المرقيز في بالي. اي ما يجيش مطمطم. ايوه. ما فيهوش ومن بعد تسمع فيا فما طاجين المرقيز. شو وطاجين المرقيز يفرق. كي يبدا عائله يحطوا له الفاريونت والزيتون وما كان لازم المالح الكل. وكي يبدا راس ورويس شو يعملوا له؟ والكبار. وكي يبدا راس ورويس بيحطوا له شي هذاك الفرت هذاك واللوبيا فرت ولا اي ما هو اللوبيا يحطوا له علاش هم يحطوا له تجربه باش يبذر كتبدا عائله تبارك الله فيها سته سبعه اشي ورطل طلحه مفروم اشي جزي حنك ياكل وحنك لي تسمع فيا كي يلزموا يهزوا يلزم على الاقل عليه يحطوا اللوبيا والفاريونت والليمون والزيتون والفلفل الملح تولي مرقة مالح كي مرقة مالح علاش يبذر باش تبذر كي يبدا تجيل المرقيز الاصليني الحم المفروم هذاك كل هكا تسمع فيها يبدا هكا مبروم بالكدا والقدا ويبدا جويد هكا جويد ومبروم بالكدا والقدا وعندك حاجه اخرى راهو زاد كيما يشبه للطاجين المرقيز اللي هما شلاغب شلاغب الشيخ هكا اي هاو كيفاش هاش نفهمكم الريسيت بتاع الطاجين المرقيز نفس الريسيت بتاع شلاغب الشيخ اما شنو يكونوا اجود الا سمر اجود من هكا بس شويه هاوش نفهمك عاد ما تعرفش تعرف انت والناس اش تعرف فهمتني تزودوا بالكدا وتعملوا كل هلالات هكا يبدا بالمهلل علاش يا اخي الشلاغ ماكش يجيو كل هلالات هكا يقول لك الانسان يكبروا مش لاغمو كبروا مش لاغمو مبرومين مبرومين وش يعملوا له يرشقوا له كعبتين كبار من فوق يا اخي يقعد يقعد ابا والله ما تمرقوش برشا وما تحركوش بالمغرفه برشا تشد الطنجره هكا دوما تخلطها هكا تشيشه دوما تدردع الطنجره كي تحركها ما تدورش المغرفه خاطر كي تدور المغرفه في الطنجره يتحلوا ويتكسروا وكي تجيني المرقيز ويبداو هلالات هلالات وتصمد كعب عظم هذه نعملوها لهم المره الجايه المره الجايه نعملوها لهم اسمها هكا مش شلاغم الشيخ اسمه طاجين شلاغم الشيخ مش طاجين شلاغم شلاغم الشيخ هكا هو وحده هكا هو علاش الفورما بتاع اللحم تكون كي الشلاغم ومرشوق فيها الكبار لا فيها زيتون ولا فيها ليمون فيها ولا فيها لوبيا فيها الصوص التختوخ اللي يعديو بيه واللحم المفروم هذاك كلمة الشلاغم هكا هو والعظمه اللي تصنع. والعظمه هذيك تتبرج وتتحط مثلا على الحرف بتاع الصحن منظر حلو وماكله بنينه وخفيفه
مذخمة زيت. ومذخمة حاجة فينو. فينو. أما هذه مش تاعت برك الله عليك. مش تعيلة. أي أي نتاع راس ورويس. نتاع راس ورويس ثلاثة بالناس. ولا جيك هكا ضيف. هكا ضيف وكل شيء. هذاك هو. هذاك هو سليغم الشيخ. ويجيو بنين. وطاجين المرقاز. أنت كتفرج الرواية عمار بزور. قالوا مشيت دقيت على دار البلدية. شي خرجوا لي لفتو. قالوا في بالي شي خرجوا لي صحن قد ولي الله. خرجوا لي صحين هكا كبروا. كيما التوطاس تاع الفنجان. اش فيه؟ كيما التوطاس تاع الفنجان. فهمتني؟ قال اش فيه؟ قال فيه ترف الحم مفروق مبروق. ها؟ اه. لا يوريك. قالوا تسمع فيها ثلاثة ولا أربعة وحدات تريفات وسلموا عليكم في وسط تخطوها. قالوا افهم سيدي حتى مصرعتي ما وصلهاش ما وصلهاش. قالوا على خاطر هو متسمي هالشيء هذي. وعندك جماعة الكابون طحين الكابون يتفرجوا فينا النابل وحدر شعبين وقليبيا وكجيه هذيك كي طيبوا طاجين المرقاز وبني خيار ما طيبوش مطمطم. اي اي يجي ما هكا ازعر شوي شوي هكا ميدوم اكثر ميدوم اكثر ميدوم اكثر فهمت وبنين وما يحطوش الفرت هذاك لا ما يحطوش ما يحطوش جماعه الكابون كل هذاك هو كيفاش يعملوه هذا هو كانت بكري ماميه كطيب طاجين خاطر هي من نابليه اصلها كطيب طاجين المرقيز بالذي لا اله الا هو وجماعه دار عندك ذقته عند ماميه وذقته عند جماعه بني خيار تحيه لبني خيار يتفرجوا فينا كي طيبوه بالذي لا اله الا هو يتحط في الفم يهبط في الكم. اي. وبنين ومش مطمطم. اي ما يطمطموش هما. اه وكل مش هما يعني حتى الكسكسي نتاع ولايه نابل حتى الكابون كل لونه ازعر حتى ازعريه ويحطوا فيه يحطوا فيه السره. اي صحيح. يحطوا فيه السره وفاحه مش كيما فاح تونس العاصمه ولا كيما والسفاقسيه مش كيما فاح النابليه كيما وشكون اللي طيب مثلا الاحمر؟ أنا هما اللي طيبوا الأحمر مثلا نقولوا نحن جماعة الشمال الغربي أي كسكسيهم أحمر ما فماش كيفه أي الكسكسي أبنين برشا بالمسلين وباللية وبالبرك الله على اسمع فيا بالحم العلوش اللحمه قد مش 150 جرام توزن حتى رطل برك الله لين تحشم برك فهمتني وهما نذكر الناس تحيه ليهم ناس كرماء اي برشا فهمت خاطر معروفين بالكرم ومعروفين بالمعتب بالاكرام والمعتب ناس تسمع فيا يقولوا نحن بز علقت مي لا واه ناس خير اي وكي يجيو مثلا نظيف حتى ما عندهمش العلال باش يدخلوك حتى سردوك اي يعملوه كسكسي ولا يعملوه مقرونه فهمت معناتها اكرام الضيف وهذا حتى في دينا نقول في تونس اللي هو التوانسه والله ما احلينا شوف حاجه اخرى كسمر راهو بكري يقول لك نحن فما كلمه تقال عند الكبار نتاع كبارنا يقول لك اللي يعطي الماكله يطول العمر وتسمع فيا ويخفف الذنوب على صحه البدن وانت كتعطي مثلا صحن مثلا ذوق جارك ولا ذوق جيت مثلا هذيك علاش العويد ذوك العويد يعني ما عادش كانوا بكري تسمع فيا تلقى المالتي بركه زيد بشويه تلقى المالتي واليهودي والمسلم كي شمر كي طيب اليهوديه تعطي صحن المسلمه وتعطي صحن الطليانه ولا المالتيه صحيح والعربيه نفس الحكايه بدلوا الماكل هذيك الذوق حتى نحن المسلمين في بعضنا صحيح خسرك طيبوا الملوخيه خسرك الزنقه اي زنقه الناس اللي تخرج ريحه تخرج الريحه عصبان العصبين زيد يقول لك بنيه بنت بكر امراه تشتيه امراه ثقيله تسمع فيا خاطر يفيح يفوح هذاك تخرج ريحه على أيوة. النهر اي مثلا مثلا تحط انت تبسي تكتي وصغارك ومال الدار وتخليهم هما تسمع فيه يشموا الريحه ما كانتش توا تجيك تجي تعذر تلوم يقول لك انا ما لقيتش روحي والله العظيم لي اما ليه راهي تنزل البركه ماكلت واحد الزوز تنزل البركه احنا من الاول تنزل البركه ومش كل شيء راهو بالطماطم مش كل شيء راهو بالطماطم الطماطم يمكن الاكثريه تسمع فيها الطماطم الشايحه اي ما هو تاع العوله فهمت تاع العوله هذيك اول حاجه صحيه ومش كل شيء تو علاش هما هالشيء الامراض والساقين والعبيد تتشكى وكل شيء والامراض كثرت وكل شيء من الحاجات المصبره هذيا وكي نقصوا منها راهي منفى علاش ديما نرجعوا نسمع فيه وتحيه للمغاربه وتجبد على المغرب قبيله نسمع فيه ماني نحكي على الطاجين كيفاش هو اسمه طاجين علاش المغاربه ما يطيبوش كل شيء باللازعر يا شو باشا بالزعفران هو اللازعر شنو اللازعر اللي هو الماكله الصفراء نقولوا نحضر الماكله يقول لك هز عليا ماكله السبيطارات وهي لا
خاطر انت ربيتي صغارك عاد الحاجه المطمطمه وربيت وربيتها وسندست مالي الدار هذيك الدار هذيك تسندست بالماكله الحمراء وهي صحيا الماكله الزهره ولا الاحمر بالطماطم نتاع وقتها ولا الاحمر مثلا الطماطم خاصن طماطم خاصن طماطم الصيفيه اللي برشا ناس تسمع فيا مش لازم يشيحوها هاكا تبارك الله الفريجيديرات تطور الدنيا تطورت ترحيها وتحطها مثلا في حاجه هكا الساشيات بتاع بيت الثلج هذيك ترحيها وتعمل مشكاير شكاير وتحطهم في تقعد طعام كامل كي تجي طيب الكسكسي كي تجي طيب حاجه هكا مثلا مرقه لوبيا كل الفصاصه خاطر مرقه اللوبيا هذيك الفصاصه الحمراء تطيب بالطماطم الكعب صحيح وانا هي مش بتاع الشتاء بتاع الشتاء خاطر هذيك مكيفه وهي هكا غاليه وصلت ب 4000 توا ان شاء الله ربي يرخص تسعه كل شيء هو لا خاصه الطماطم خاطر مش وقتها نتاع بيوت مكيفه وشيء انت مع بعض وما فماش ماء وما فماش شتاء والدنيا قادرة كهوا وشكرا تجي للمرقيز انا ما تبارك الله ما تقريش حسابي عليه واحده خشينه واحده جويده كهوا عادي كان جيت تعمل كونكور تسمع فيا ولا مسابقه نتاع الطبخ مانيش في مسابقه طبخ انا طيب في داري انا اي طيب في داري يا سمعتوا يا امه لا اله الا الله ما والله. ما تقولوش رياض بعد ما نصحيش يا ليه هاك عملتك عيبات جويدين اي سرك عبيت كيفاش اما نقدوا ولا سدوا يا ربي يا ربي تصبرني وكهوا اه ما اما اما انا اقف على باب اما قدوا ولا سدوا اما تقدها بقديها ورتبتها توا اجود من هكا يا ربي تشوفوا فيهم كهوا عاد شنو بشوي قدها انت تعبتي كيما شنو انت تو فكرتني فكرتنا كي تنقذ دارها من داخل وتحط حشيك زبتها قدام دارها شفتوا شو يعمل فيا ماكم توحشتوه يسالوا فيا وينو رياض وينو رياض يعمل فيك كيف يجي هاكا يجي باش يعمل فيا باش نظهر له كل شيء مش هكاك ربي اعطيني وسع البي يا ربي حتى انا زيدا وسع البي قداش نعيش عاد هبطت انت عملت لي المرقيش وعلاش انا صافي شنو لبس الكسبات وشنو لي زيوت ويدامات واش بيهم لي زيوت هاكا شو الشيء متي بعضو لبسنا الكسبات وش يولي زيوت ويدامات اي بالشعر بالنظم حسين بالقافيه يسعد ايامك يا سعيده قديها ورتبتها ما فماش كيفها سعيده شكون واحده حبيبتي طلع نبي عليها مشيت بحذيها شو نقول لك هكا هكا بيا هكا بيا لا خليت شهاوية الكل البارح تسمع فيه وخاصة انها اللي حتبقى قاعدة مسكينة وكل شيء هكا طيب لي وتحط لي تبقى طيب لي وتحط لي وهي شيء ما فما فهمت قلت حالها على كل حال فما تقديها هي رتبتها يا زبتها قدام عتبتها كيما تنظف دارك كيما تنظف عتبت دارك مقديه ومرتوبه اي شو مقديه شخلق قعدت شخلق قعدت بايره هجيله مانيش بايره اي مالا حتى الراجل هرب انا هو تسمع فيا قاكا سمديت وتجي المرقيز هذاك اللي تقول عليه سلامي سي سي صون بعد ربي حي 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 من بعد تجي ماكله جاب ربي جات من القليبيه القليبيه ما يطيبوش هكاك تجي للمرقيز قدا ورتبه القليبيه حتى انا قدا ورتبه زيدا لا عندي ما شاء الله كتغيب الرتبه تحضر انت والله يا حسره عليك جاب ربي ولا ما تقول لي جيب هذه طيب طيبه عرس ولدها بخليك شتيته يا مرا هي تتفرج فيا كاش تجيبها هي تطيب لك بتخليك شتيته عند مالي العروس ما نطيبش العروس بطبيعتي نطيب كل اللي يجيني يضيف انا هكا هاو وانت يا اختي راس ورويس وعامل تجي عامل اللحم هذاك كلش فمه للحومة عجيرين ظهر لي اليوم باش نعشي الحومة هكا هو زردة بالكسكوس واللحمة لحمة عتروس اي هاو كذاك علاش دايوغ هنا علاه نعمل لهم هكا فيت في قدن هكا نتاع المرقيز اي المرقيز اي ماهو باش يشبعوا وعشت كما خذيت اللحم هرسته في الدار ولا شيتو حاضر برا على تهريس اللحم في الدار ما نهرسش اللحم في الدار وحتى كي ناخذ اللحم عندي ماكينة اللحم نفرم بها اي زعما انت توا فرمتو هكا لحاك فرمتو لحاك ويحوك ينبت العروق ليه ها فرمته وهاو كي يهبل اي شو فرمته اي والله اسمع فيا هو بنته تبدا بالمهريس اني بي محمد وعلي اني بي محمد وعلي برا خل نمشي اختي اسمع فيا نرتاح وانا جهدي طايح من العركه من وانا نعرف لا حكيت لي لوين مشيت من بعد مشيت الكوشه صار النهج الفارسي على تربه البيشه زيد خاطر هذيك كوشه عربي مش كوشه الفور مش بكوشه الكورون ايوا وعطيت السماط يا بنتي عملته للدار ساره اميله والله في بيتي عملته للدار خاطر ما في العواشي طيبوا الملوخيه قبل رمضان انت شممتني الخبزه وندمت عليها وهزيتها اميله شو نعمل لك انت تسمع فيا
والله ليه قالي هيك حتي شم زيدة حاتم الكيكة ذوقوا شوقوا شم وقعد الكيكة شم الريحة حتى تشبع ليه والله لا نصدق هيك شم وهز الخبزة وتمسع اي مين ما حقوشي عمري مالي بارك الله ان جهدي طايح اي مكش باش تقول عينيا تقبل تسمع فيا وانا نقي في التوابل وفي الفاح وانت تسافري تقولي اعطيني كلمة ديتك انا على الاقل انت مريضة فيها. مريضة سالت عليا انا مريضة باقي مريضة نظرة القطعة الفم على المخدة والفم يزرط نظرة في الكورتيكويد والانتيبيوتيك نظرة القطعة راس على المخدة والفم يزرط ليه ليه يغزر لي كيفني اللي مريضة ما تقفش على الغاز تبدا بزنجية هذاك نعرف المريض على غالب هذيك هي اما انت كاعت روسها بارك الله وانت هاك مشيت هاك جيت هكا وها وين اقول شكون يعيط عليك ما عيطش عليك اصلا نبيع حوايج مش مقرونه نعيط عليك انا ما تكون كي انت عيطت علي نهار طول وانا هز راسي من لا وخيت اطلع نبيع داخل من السقيفه نخبط راسي من اسمعني خل نمشي انا توا مش الصباح حتى الصباح في مسنيك اللي صرافه وعلى الاقل ناخذ طرف جير نجري هذا المدخل هذايا بتاع الوحده مولا مولا بلاص ما حبش يبيض راني خلي نمشي خلاص تسمحنا القربياض راس النهر يا ربي اعطيني القوه تو يجيب لي حكايه التبييض نعرف راني اي ميله تو جاي رمضان نغزر للرمضان الله وبعد جينا نلقاها وعندك القرش عندك قريب بك عاش يجي اخصك طاجين المرقيز طاجين المرقيز عزيز وغالي اسمع ننصحك انا اي لله في سبيل الله اي انا وحدنا حتى الناس مش قاعده تتفرج لا مش يتفرجوا بالكل اسمعني انا من راي راكي كانش تمدوا للجيران اش تقعد فضيحه اش تمدوا كاع تونيك لوحدي يا خويا تعرفش كيفاه فهمت تونيك لوحدي انا نقول هذاك من توا هذاك مش طاجين مرقيز اسمه طاجين مرقيز اسمه طاجين سلامي اها طاجين مرقيز انا نقوله لك طاجين سلامي عمره لا كان طاجين مرقيز هكاك بربي برا بعدني قعدت فضيحه تقعد فضيحه حي حي عليك ندبيت وسلتيت ما نقعدش فضيحه برا برا هاي فضيحه ربي نظر له كيفاش يجي هكاك يشدني كرعدني وما يعجبوش العجب كيفاش تحب اجود من هكا هكا شي يحب اكثر من هكا عاد باش يعود كيما قال هو شليغ مدرا شكون وذاك شليغ شكون اللي قال عليه الشيخ شليغ الشيخ طاجين شليغ الشيخ شبيه هوا كله هاو يهبل والله العظيم مفوحين بالقدا كيما نعرف فينا تو من بعد يغلي ويقر زيتهم وكامل عليهم هكا الفاريونت والزيتون والكبار تجي طاجين مرقيز عزيز وغالي شبيه قالك لك دي وراش ما مرتوب يهبل يجيش يهز المرال حتى بشويه انا قلت له والله العظيم مريضه قالي لي هكا قلت له من بلاصه لبلاصه باهي هكا هكا توا جيرين يعملوا في بعضهم لا حاك باهي انا يا سيدي هاني ما قالي هو ما يزمنيشنا ما يزمنيش نخلطوه بالمغرفه كي تحط اللحم المفروم الكعابر والا ولا المرقيز هذا ما تخلطوش بالمغرفه خاطر سينو يمشي اللحم كله يتفتفت هذيك هي لاستوس دونك هما يغليو شويه نزيدهم الماء سخون بطبيعتي خليهم يغليو واخر حاجه باش نزيدوهم الزيتون والكبار والفاريونت وتوا نتعلم